لعبت بضغط وتكافؤ كبيرين، إلا أن النتيجة رجحت لأهل الديار. هدف السبق جاء مبكرا، حملته الدقيقة 7 من ضربة جزاء أعلنها الحكم إبراهيم إثر عرقلة خلاف في العمليات. التنفيذ تولاه كسيلة برشيش مثمرا الهدف الأول والأخير في اللقاء، لأن كل فرص التعميق وكذا التعديل باءت بالفشل. الشبيبة المحلية ضيعت مرارا وتكرارا وعن طريق بن سايح وبن غربي وآخرون، خاصة في المرحلة الأولى. في المرحلة الثانية أشبال بغرارة عادوا بقوة ومارسوا الضغط بصنع اللعب والفرص التي هددت كثيرا مرمى علوي، خاصة مع تراجع أداء الجي اس ام بي خلال النصف ساعة الأخيرة. مباراة استوفت أيضا حقها من حيث التغييرات من كلا الجانبين قصد إحداث الفارق الذي لم يأتي. والجديد الوحيد في الشوط هو خروج خليلي من جانب شبيبة سكيكدا بالبطاقة الحمراء إثر التدخل بقوة على بن مسعود في الوقت الإضافي، لتنتهي المباراة بتفوق شبيبة بجايا بهدف للصفر وثلاث نقاط إضافية تنعش الرصيد. كما شفنا المقابلان كانت حاسمه في 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 لقطه تاع ضربه الجزاء، وان نقدر نقولوا ان كنا حابين نتفاداو الاخطاء في بدايه المقابله، لان في كل مره نتلقاو اهداف يعني يقتلوا المباراه. انا نظن ان كانت ضربه الجزاء هي اللي مدت الانتصار للشبيبة بجايه، رغم ان كان عندهم دخول قوي خاصه في 15 دقيقه الاولى او 20 دقيقه. ما يخفى لكمش باللي هذه اخر مقابله لي مع شبيبة كيكدا، خاصة يعني نشكر الرئيس سي قطاري جمال اللي كان انتدبني يعني في 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 مرحلة صائفة بعد اني ما مضيت في شباب بالكور، ورغم المشاكل يعني تاع الفريق يعني ما قدرتش بطبيعة الحال يعني كان ظروف ما تقدرش تعمل في شباب بالوزداد. ناداني سي قطاري ساعدته يعني خاصة يعني كانت الوضعية صعبة تاع الفريق، فريق يعني اللي بدا التحضيرات يعني 15 يوم قبل انطلاقة البطولة، انتدابات يعني كانت متأخرة أيضا. أنا نظن عملنا في ظروف صعبة خاصة يعني المشاكل اللي كان يتخبط فيها الفريق. السيد الرئيس يعني وحده في دائما نوجده وحده مع الفريق، يعمل يعني بصدق، يحب الفريق نتاعو. أنا نظن يعني الفريق هذا مش تاع قطاري وحده، لازم الجميع يعني يوقف مع سي قطاري، لأنه يعني فريق كبير بحجم شبيبة كيكدا. أنا جيت الفريق هذا باش نعاونه يعني، خاصة يعني كان في وضعية صعبة، كان يعني نظن يعني هذا هو الشيء اللي خلاني فريق عريق. حاولت أقدم له إضافة، كانت يعني اتفاقية مع الرئيس يعني خاصة يعني عندها حوالي أسبوع، تكلمت مع الرئيس قلت له، قال لي كمل لي هذه المقابلة، والحمد لله يعني كملت المقابلة هذه. وكما يقولون نطلبوا السماح من الأنصار، لأنه يعني عملنا بصدق، عملنا بنية، وإن شاء الله نتمناو حظ أوفر لفريق شبيبة سكيكدا مستقبلا بحول الله. بغرار إذن يستقيل والتعليم.